السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نبدأها بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الهيئة نت مصدر مطلع، نفط الإقليم يهرب بالاشتراك مع مسؤولين في حكومة بغداد. المدى تقول حزب الله يحرج الفتح مجددا وخلافات بين فصائل الحشد. أما في العرب اللندنية، المالكي يرهن دعم حكومة الكاظم بإسناد وزارة الداخلية إلى صهره. وفي الزمان، أصح الشروع بإجراءات العزل المناطقي عند ارتفاع مستويات الإصابة بكورونا. وفي القدس العربية، الجنائية الدولية تؤكد حق الفلسطينيين في مقاضاة إسرائيل على جرائمها. في العرب الجديد، العراق قتلى من الحشد الشعبي بهجمات متزامنة لداعش في صلاح الدين. وأخيرا في البصائر العراقية، توقف مشاريع تصفية المياه في البصرة بسبب انقطاع التمويل الحكومي. في صحيفة المدى يقول الكاتب: السياسي الفاشل عادة ما ينتقم من جمهور يرفض سماعه. هكذا يخبرنا خطيب الثورة الفرنسية ميرابو، الذي اتهمه إبراهيم الجعفري ذات أيام بأنه كان منافقا. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى: لا يزال ساستنا في العراق مصرين على أن يتعلموا من روبسبير لا من غاندي، لا تفكر في أرواح الناس فهي لا تعادل خطبة ثورية واحدة. كم سياسيا ومسؤولا حرق البلاد بسبب لجان المصالحة والمساءلة والاجتثاث. كم سياسيا يريد ترويض الناس بجمل وشعارات عن الوطنية ومخافة الله. كم انتهازيا يشن كل يوم هجوما على أدمغة الناس باسم هيبة الأحزاب المجاهدة. كم زمنا سنعيش تحت حكم المعقدين نفسيا والمصرين على أن نعيش معهم دهورا من الجهل والتخلف. إلى متى سنتحمل سياسي الخطب الرنانة وهلوساتهم؟ كم عمرا سنضيع مع أحاجي وحزورات يطلقون عليها ظلما صفة خطاب من شاكلة لسنا في أزمة قوالب وهياكل جديدة، لا نريدها سلطة جديدة لكننا نريدها أن تكون روحا تتموج إلى بقية المبادرات الأخرى. لا تصدق أن هذه العبارة قالها جاك دريدا وهو يفكك الخطاب، إنها من تفانين فيلسوفنا السابق الجعفري. تعامل عادل عبد المهدي مع احتجاجات تشرين المطالبة بالإصلاح والخدمات والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بأن قرر أن يخطب منتصف الليل، وبدلا من أن يصغي إلى مطالب المحتجين سارع بتوجيه عبد الكريم خلف أن يظهر في التلفزيون يشتم ويكذب ويبرر القتل ما أجل أن يواصل رئيس الوزراء خطبه التي كانت يتمنى أن يتربى عليها هذا الشعب. أيها العراقيون، لا تصدقوا خطباء المنطقة الخضراء، إنهم يريدون لنا الخراب في لحظة يحلم فيها الناس بدولة حقيقية، دولة مواطنين، لا دولة تنتظر الأوامر من الجار الأرجنتين لكي تشكل الحكومة. صهراء المالكي يتحكمان بالموقف السياسي الرسمي لائتلاف دولة القانون في مفاوضات تشكيل الحكومة. تقرير لصحيفة العرب اللندنية حول تشكيل حكومة الكاظم جاء فيه: سبق للمالكي أن استخدم صهريه في تنقية البيت الداخلي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه، إذ قادا حملة صدامات وعلاقات عامة انتهت إلى إبعاد جميع المناوئين. يتشبث زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بالبقاء في واجهة المشهد السياسي العراقي حتى ولو كان ذلك من باب الدفع بأصهاره إلى المواقع العليا في الدولة. وخلال مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، صارع المالكي كثيرا لترشيح أحد صهريه حسين المالكي وياسر صخيل لإحدى الحقائب الوزارية. وبقي المالكي يرهن دعمه للكاظمي بإسناد حقيبة الداخلية إلى صخيل
وهو عضو في البرلمان عن دائرة زعيم ائتلاف دولة القانون، وشاع على نطاق واسع أن المالك اشترى أصوات ناخبين في محافظة كربلاء ليضمن صعود صهري إلى البرلمان. وقالت مصادر واكبة مفاوضات القوى السياسية في بغداد إن الفريق التفاوضي لائتلاف دولة القانون تمسك بطرح سخيل لتولي حقيبة الداخلية، وهو ما أثار حنق الوفود الأخرى لمعرفتهم بضحالة المستوى التعليمي لصهر المالكي ودخوله البرلمان بشهادة مزورة وانعدام خبرته في شؤون الأمن. ولم يقتنع فريق المالكي بالتبريرات الموضوعية التي سيقت لرفض ترشيح سخيل، ووصل إلى حد تسريب قائمة مرشحين وهمية تتضمن وضع اسم صهر المالكي في حقل المرشح لوزارة الداخلية. وبرزت فكرة ترشيح سخيل مع مؤشرات الضعف التي قرأتها القوى السياسية الشيعية في الكاظمي، إذ أرادت جميع الأطراف فرض خياراتها عليه، لكن القوى الشيعية فوجئت بأن الكاظمي ليس متحمسا لتقديم أي تنازلات تسهل مهمته في تشكيل الحكومة، وبدا أن خيار الاعتذار وارد بالنسبة إليه، وهو ما لم يكن موجودا في حالة المكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. بماذا تشعر القوى السارقة للمال العام في العراق؟ تشعر أن ليس أمامها خيارات مفتوحة، فهي إما أن تبقى في مواقع السلطة العليا وتتمتع بحصانتها الحديدية أو التي توفر لها الكثير من الشرعية والأمان، وإما أن تودع في زنازين العدالة، لذلك ستراوغ طويلا للحيلولة دون وصول بعض الشخصيات المهنية القوية إلى مراكز القرار التنفيذي في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة إلى إضعاف دور القضاء والتسلل إلى بعض رجاله. مقال للكاتب محمد حمزة الجبوري في صحيفة الزمان العراقية. أكثر ما يقلق بعض الديناصورات السياسية المتحكمة بأمر البلاد والعباد والمتشبثة بالمواقع التنفيذية طوال الفترة المنصرمة هو ضياع مورد من موارد ريعها وما كانت تجنيه من الوزارات من خلال العقود الوهمية والكوميشنات المشبوهة، فضلا عن حصتها الشرعية من الدرجات الوظيفية والتي توزع بشكل عادل بين أحزابنا السياسية المباركة أطال الله أمدها. كل هذه الامتيازات وما خفي منها كان أعظم، كانت تجنيها القوى السياسية الماسكة بمقاليد المؤسسات التنفيذية وتوزعها على مكاتبها السياسية لتوظف هذا الأمر سياسيا بغية تحقيق مكاسب انتخابية، ما يعطيها الديمومة والاستمرار في ظل غياب القوانين الهامة الكابحة لجماحها والمعطلة عنوة بإرادات سياسية متباينة، حيث لم يكن الوزير سوى أداة طيعة بيد الأحزاب التي ينتمي إليها ومنفذا لأجندات الكتل السياسية ومحققا لرغباتها الشخصية. وهذا ليس شيئا متواريا عن أنظار الرأي العام، بل حقيقة ماثلة. ما أود الإشارة إليه أنه ليس من مصلحة الحيتان السياسية تمرير كابينة وزارية تكنوقراطية مهنية في وقت بدأت أوراقها تتساقط بفعل الاحتجاجات والاعتصامات الغاضبة واحدة تلو الأخرى. وأوضحت بعض الكتل التي كانت تعرف بالفولاذية العصية على التفتيت كشجرة مزق أوراقها الخريف. الإرادة الجماهيرية الواعية في العراق حولت أحلامهم السلطوية إلى كوابيس من خلال تبني أسلوب مهني جديد يعيد للدولة روحها. تناولت مجلة إيكونوميست في تقرير لها إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر الأخير بتنصيب نفسه حاكما لليبيا، وقال التقرير الذي نشر إن حفتر بات في ورطة بعد إعلانه الأخير، وإن علاقته أو إعلانه قيادة ليبيا قد يتسبب في تمزيق البلاد الذي يعاني من احتراب داخلي منذ سقوط العقيد معمر القذافي عام 2011. وأشار التقرير إلى أن الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس حققت إنجازات مهمة ضد الجنرال المتمرد.
وحول إعلان حفتر عن هدنة في رمضان، نقلت المجلة عن أصدقاء للجنرال تأكيدهم أنه ضعف في الحرب الأهلية التي بدأها قبل 6 أعوام، وزاد في الفترة الأخيرة من حصاره الذي فرضه على العاصمة طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا. وتلاعبت جماعات موالية له بالإمدادات المائية والكهربائية للعاصمة وقصف ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر المستشفيات، وعلق دبلوماسي على ذلك القصف لا يمكن تصديق أنها لم تكن مقصودة. وفي الشرق يحاول حفتر تعزيز قوته، حيث زعم في 27 نيسان أبريل حصوله على التفويض الشعبي له ولجيشه ووضع المنطقة تحت الحكم العسكري. وكل هذه التحركات لا يمكنها إخفاء حقيقة أن الجنرال هزم، وسيطرت القوات التي تدعمها تركيا على سلسلة من المدن التي تربط العاصمة مع الحدود التونسية، فيما طوقت قوات حفتر داخل قاعدة الوطية التي تعد مركز العمليات له في غرب ليبيا، كما حاصروا مدينة ترهونة التي تعد من أهم معاقله في الغرب الليبي. وترى المجلة أن خسارة حفتر هذه المعاقل سينهي حملته في الغرب وقد تقود إلى تقسيم ليبيا. تقول المجلة إن حفتر حتى وقت قريب كان لديه التفوق العسكري بسبب دعم فرنسا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدى تأثير هذه الدول في منطقة شرق المتوسط. وفي تشرين 2 نوفمبر وقع معاهدة دفاع مشترك مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مقابل حقوق التنقيب عن الغاز في المياه الليبية. توفي رجل في مستشفى بمدينة القامشلي بسوريا بفيروس كورونا في بداية انتشار وباء كوفيد-19 في العالم، ولكن الأمر استغرق أسابيع للإعلان عن وفاة الرجل بعد محادثات ومشاحنات بين منظمة الصحة العالمية والنظام السوري والقوات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، في مثال على الأسباب التي تجعل من الصعب بالفعل السيطرة على الوباء، بحسب الكاتب سيث فرانتزمان في مقاله الذي نشر على منصة ذا هيل القريب من الكونغرس الأمريكي. أن سوريا هي واحدة من الدول المقسمة في الشرق الأوسط بسبب الصراعات الأهلية والحروب بالوكالة، وقد دفع الوباء هذه الدول الممزقة تحت دائرة الضوء لأن المنظمات الدولية لم تكن قادرة على الوصول باستمرار عبر خطوط المعركة. الحاجة إلى معالجة مناطق في اليمن وليبيا وسوريا هي مسألة ملحة على وجه التحديد، لأن الفيروس يمكن أن يعود ليؤثر على بقية العالم إذا ما انتشر دون رادع في الدول الفقيرة وغير المستقرة. ولا يهتم وباء كوفيد-19 بالحدود، ولكن السياسات الصحية تضعها الدول وهي تختلف من دولة إلى أخرى. وأضاف منصة ذا هيل أن منظمة الصحة الدولية والهيئات الدولية الأخرى التي تقدم المشورة والدعم بشكل عام من خلال الحكومات التي تعترف بها الأمم المتحدة، وهذا يعني أنه في دول مقسمة مثل سوريا واليمن وليبيا يتفاقم خطر الفيروس بسبب عدم قدرة الناس في بعض المناطق على الوصول إلى الاختبارات، ومن الصعب بما فيه الكفاية في الدول الفقيرة أن يحصل الناس على الرعاية الصحية. واستنتجت ذا هيل أن وباء كورونا أكد بما لا يدعو مجالا للشك أن السياسات الصحية في هذه الدول لا تأخذ بعين الاعتبار حدوث أزمة أو كارثة صحية كما حدث. وهناك مشاكل مماثلة في ليبيا وسوريا، إذ يدرك الخبراء أن لليبيا قدرات محدودة للغاية على الاختبارات وسط التفتيت أو التفتت السياسي وضعف نظام الصحة والرعاية الصحية بصفة عامة، ولا يوجد الكثير مما يمكن القيام به وسط حالة القتال. وفي سوريا بعد الفشل أو يعد الفشل في التحرك ضد الوباء فاضحا بشكل خاص بالنظر إلى دعم دول كبرى مثل أمريكا وروسيا وإقليمية لأطراف متنازعة في البلاد.
لاحظنا أن العديد من النشاطات باستثناء النشاطات التجارية والاستهلاكية والمصانع استمرت مع الإغلاق العام وكأن شيئا لم يحدث، حتى رئيس الوزراء البريطاني وصل عمله وهو معزول صحيا من بيته. وقد استمرت الاجتماعات الرسمية على مستوى الوزارات والمؤسسات وحتى الدول عن بعد بفضل تكنولوجيا الاتصالات الرهيبة التي لولاها لكان تأثير كورونا كارثيا على العالم، لكن بفضل الاتصالات الحديثة ظل الكثير من القطاعات يعمل بيسر وبنفس الأداء من داخل البيوت. وعن أزمة كورونا كتب فيصل القاسم في صحيفة القدس العربي: من المستحيل أن يعود العالم إلى سابق عهده بعد جائحة كورونا، بغض النظر عن منشئها ومن يقف وراءها، خاصة وأن هذا الوباء دق ناقوس الخطر لأول مرة في تاريخ البشرية الحديث، وأرسل رسائل تحذير للعالم أجمع بأن هذا الفيروس قد يكون مجرد مقبلات لما قد يأتي بعده عاجلا أم آجلا بسبب الطبيعة أو تصرفات الإنسان الطائشة والمدمرة. لا، بل أن كوفيد-19 نفسه قد يتحور ويتطور لاحقا في نسخ جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها. ولا نبالغ إذا قلنا إن علاقات الإنتاج والعمل بالمفهوم الماركسي ستنقلب رأسا على عقب في العالم، ليس فقط تحت ضغط كورونا وتهديده ومخاطره، بل ربما بفضله. بعبارة أخرى، قد نقول بعد سنوات وربما بعد أشهر قليلة: لا تكره أمرا لعله خير، فقد يكون هذا الوباء نعمة بقدر ما يكون نقمة على صعيد العلاقات البشرية ووسائل الإنتاج والإدارة العامة وفي مختلف القطاعات والمجالات. ولا شك أن الكثير من الشركات العالمية التي تكبدت خسائر هائلة بسبب الإغلاق ربما ستجني ثمارا عظيمة في المستقبل بفضل كورونا. فقد كشف الإغلاق العام أن هناك العديد من الأنشطة الإنتاجية في العالم كانت عبئا على الشركات وعلى البيئة والحكومات، وأن هناك الكثير من الأنشطة لا تحتاج إلى بنايات شاهقة وأجهزة ووسائل نقل وتأمينات ومصاريف خيالية، بل يمكن القيام بها من المنازل بنفس النوعية والجودة. يضيف الكاتب أيضا: لا شك أن ملايين السيارات والحافلات ستختفي من الطرق والشوارع. لقد كشفت كورونا أن الكثير من الوزارات والشركات والمؤسسات يمكن أن تدار من المنازل، خاصة وأن الأعمال الإدارية تخلصت من الورق منذ عقود طويلة في بعض البلدان، وأصبح كل شيء عبر أجهزة الكمبيوتر الثابتة والمحمولة وأجهزة الموبايل. تمكن الفريق البحثي الخاص بالمرصد الفضائي هابل من تأكيد تفتت المذنب أطلس الذي كان من المفترض أن يمر إلى جوار الأرض في مايو أيار الجاري، وعول كثيرون على أنه من الممكن رصده بالعين المجردة لأنه كان ألمع مذنبات السماء لعام 2020. وبات واضحا في الصور التي التقطها التلسكوب هابل على مدى يومي 20 و23 من أبريل نيسان الماضي أن المذنب الذي كان جسمه المكون من الصخور والثلوج والغبار بعرض ملعبي كرة قدم مع ذيل طوله 3.3 ملايين كيلومتر تفتت إلى أكثر من 30 قطعة، كل منها بحجم منزل صغير. وبحسب بيان أصدرته وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا، فإن حجم هذا التفتت وطبيعته يشير إلى أن تفتت المذنبات عندما تقترب من الشمس هو الأمر المعتاد، ومن النادر أن يحتفظ المذنب بنفسه لما هو بعد المرور من نقطة الحضيض على مقربة من الشمس. والآن إلى ما رسمه فنانو الكاريكاتير.
نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، إلى لقاء في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.